السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي. معكم إكرام. اليوم إن شاء الله متحمسة بزاف 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 باش ندير لكم هذا الفيديو هذا. لحقاش من شحال هذه وأنا كنت باغا نديرو، ولكن ما كانش كيكتب. هو ماشي ما كنتش كنقدر، ولكن أنا كنت باغا فريمون نديرو، ولكن ما كنتش كنلقى الطريقة المناسبة باش نقدمو لكم. ولكن اليوم ان شاء الله غادي كيف ما تكونوا شفتوا من العنوان غادي نشارك معكم حوايج سيكان صبابط اللي خديت من جوطيا او للريكلام او للحوايج اللي كيكونوا زعما كيفاش غادي نشرح لكم الحوايج اللي كيكونوا زعما من ماركات غاليين ولكن باثمنه رخيصه. علاش بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا؟ لحقاش بزاف ديال البنات كيتبعوني في انستغرام كيبقاو يسولوني اكرام منين شريتي هذا، واو كيبان غالي، منين درتي هذه، منين شريتي هذا. وفي الحقيقه انا كنكون شارياه من جوطيه او لا من ريكلام او لا من مهم. وقررت باش نشارك معكم كاع دوك الحوايج اللي الاغلبيه سولتوني عليهم، بغيت نوريهم لكم في هذا الفيديو هذا، وكذلك نوريكم كيفاش نسقتهم وكيفاش خليتهم يبانوا زوينين وزعما ما يبانوش راهم جايين من جوطيه ولا ما يبانوش رخاصين. وبغيت نعطي واحد النصيحه للجميع البنات اللي كيشوفوا فيا دابا، ماشي ضروري تشري حوايج غاليين بزاف باش تباني انيقه ولا باش تباني زوينه. هاد الفكره هادي غلطه تماما. نقدر نشري شي حوايج رخاصين ولا نشريهم من جوطيه ولا نشريهم من شي واحد نفرشهم في الارض ونلبسهم ويبانوا واعرين بزاف، وحتى البنات يقدروا يسولوكم منين شريتوهم ولا من هذا. وانا اكيد طرات لي كيف ما قلت لكم كيسولوني بزاف ديال البنات منين كنشريهم، وصراحه انا واخذهم من جوطيه. دونك غادي نبدا معكم بالسيكان. اول ساكو اللي سولوني عليه يعني بزاف ديال البنات ترى هو هذا. وهذا ديال لوي فيتون كيجي زوين بزاف في هادو. انا كنشك بانه فري، ولكن المهم الكاليتي ديالو كتجي فريمون زوينه بزاف. وعاد فيه واحد لاكارت هنايا، فوالا هي هادي. وكذلك هنايا فيه لوي فيتون مكتوبه هنايا، وكيجي من الداخل بالاحمر التوب ديالو بحال هكا بحال الدان، ومن برا كيجي بحال هكايا. انا خديته صراحه بلا سمطه ودرت ليه هاد السميطه هادي اللي كتجي بحال هكا. هادي غير درتها له غالبا انا كنشدو بحال هكا. دونك حتى البنات الا قلت لكم شحال شريتو غادي تصدموا، ما عرفتش يمكن تصدموا يمكن شي وحدين. المهم غادي نقول لكم الثمن. هذا خديته ب 80 درهم من جوطيه، باقي جديد ما فيه حتى شي ضربه ولا شي حاجه، باقي فريمون جديد. فوالا كيفما كتشوفوا. وفي الحقيقه الا جيتو تشريو شي ساك ديال لوي فيتون راه الثمن ديالهم يمكن كيوصل حتى ل 20000 درهم، 30000 درهم، 10000 درهم. دونك 80 درهم مقارنه مع الاثمنه راه شي حاجه اللي زوينه بزاف. وعاد هو كيبان فريمون كيبان، المهم تيبان فري ماشي فري. وهنايا هاد العيبات هادو صراحه في الاول ما كانوش عاجبيني، ولكن صافي من بعد تاقلمت معاهم. ثاني ساك هو هذا ترى. غادي تلاحظوا ان هادي ديك العيبه ديال غوتشي، وكذلك هنايا فيه هاد العيبه ديال غوتشي كيجي بحال هكا. هذا ماشي جوطيه، هذا ريكلام ياك كيجيبوه، هو كتشريه جديد ولكن فهمتي يعني غير ريكلام. كيجي من الوسط هنايا احمر، حتى الكاليتي ديالو كتجي فريمون زوينه بزاف، بحال راه واخدين شي حاجه زعما جديده زعما. انا كيجيني صراحه ما كاين حتى شي فرق الا شدينا الساك ديال غوتشي بصح شدينا هذا، ما غادي يبان حتى شي فرق. وعاد هادو كيجيو فريمون زوينين بزاف. غنخلي لكم واحد التصويره هنايا كنت لبستو فيها تشوفوا كيفاش كيجي. دونك فوالا كيجيو فريمون زوينين بزاف بزاف بزاف. ودابا غادي ندوزو ترى هاد السبرديله هادي اللي سولني عليها كلشي 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 ديال لوي فيتون، حتى هي كتجي فريمون غزاله. هذه شريتها جديده ولكن حتى هي ريكلام، يعني حتى هي ماشي الفغي. دونك كتجي بحال هكا ولكن كتبان عاديه. الا شدينا وحده فغي وهادي غادي يبانوا بحال هكا. دونك فوالا كتجي زوينه. هنايا زايدين فيها هاد العيب هادي بحال الحقيقيه تماما تماما. وحتى من الداخل مكتوبه فيها لوي فيتون كيف ما كتشوفوا، زعما داكشي تقنينو مزيان. دونك نسيت ما قلت لكمش الثمن ديال الساك 100 درهم، وهذه الثمن ديالها 180 درهم. هذه الثمن ديالها 180 درهم، ولكن راكم كتشريو شي حاجه جديده، يعني ما لابسهاش شي حد اخر من غيركم، كتاخذوها جديده عليها كيكون الثمن ديالهم شويه زعما غالي.
ولكن الى جينا نشوفوا مقارنه مع لوي فيتون الحقيقيه راه ثمن فريمون واعر بزاف. دابا غادي ندوزو للحوايج. واحد السروال اللي كنت سولتوني عليه كاملين اللي هو هذا الكحل هذا اللي فيه هاد اللعيبات هادو من التحت فوالا. هذا كنت خديتو من جديده مدينه جديده. غادي نخلي لكم شي تصويره هنايا باش تشوفوا كي كيجيو. هذا كنت خديته بشي تقريبا المهم ما فايتاش 50 درهم فريمون زوين بزاف. دائما كنلبسو كيتسولوني عليها البنات بشحال شريتي شحال شريتيه وكيجي حتى في اللبسه ديالو كيجي غزال غزال بزاف. الزيف واحد اخر حتى هو كنت سولتوني عليه بزاف اللي هو هذا كيجي في هذا اللون غير هو كيجي بحال هكايا منفوخ شي شويه وكيجي كبير بزاف وطويل بزاف. هذا كنت تصورت به واحد المره نخليها لكم هنايا تشوفوها وكنت سولتوني عليه بزاف. دونك هذا البنات كنت خديته 10 دراهم. هادو كان يعني هذوك اللي كيفرشوا في الارض كانوا كيحطوا بزاف ديال الزيوفه. اغلبيه ديال البنات غادي يحشموا غايقول لك لا انا مشيت منهش الحوايج من الارض وكذا وهذه وهذه. ولكن انا زعما شخصيا عندي عادي جدا 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 انني نقلب في الارض ولا نقلب في الجوطيه ولا نشوف ولا هذا. دونك انايا شفت هذوك عجبوني بقيت كنقلب شفت هذا عجبني خديته ب 10 دراهم. واحد الحاجه اخرى سولوني عليها بزاف ديال البنات هي هاد الشوميز هادي ديال بيرشكا فوالا. كتجي بحال هكا كيجيو فيها هاد الوريدات هادو كتجي فريمون زوينه. حتى هي نخلي لكم التصويره هنا باش تشوفوها. هادي كانوا سولوني عليها بزاف ديال البنات. هادي البنات خديتها ب 50 درهم. بيرشكا ب 50 درهم بحال الشوميز هادي. الا مشيتو لبيرشكا شحال غتلقاوها؟ 150 الفوق ولا شي حاجه بحال هكا. انا خديتها ب 50 درهم. كيكونوا بعض المحلات كيديروا كلشي 50 درهم يعني كيجيبوا دوك الحوايج ما عرفتش انا منين كيجيبوهم ولكن كيكونوا جداد فريم كيكونوا جداد بالبلايك ديالهم كيديروا لهم كلهم 50 درهم يعني هز اللي بغيتي ب 50 درهم. وهاد الحوانات كاينين بزاف هنايا في طنجة لاحظت انا كاينين بزاف في طنجة. دونك انا خديت من عندهم بزاف ديال الحوايج ولكن هادي هي اللي سولتوني عليها بزاف. انا اصلا كنوريكم الحوايج اللي سولتوني عليهم بزاف. دونك هادي كنت خديتها ب 50 درهم. وواحد الحاجه اخرى كنت حتى هي سولتوني عليها بزاف هي هاد الكابيتو هذا احمر او مدني زوين هذا كنت سولتوني عليه بزاف 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 في لي لايف تصويره. غادي نخلي لكم التصويره صورتها به هنايا. كنت صورت بجوج مرات وحده غير حد هنا وحده كنت صورتها كامل سولتوني عليه بزاف. هذا خديته شحال 15 درهم. والله الا خديته ب 15 درهم كيجي فريمون زوين فوالا كيجي هو غير مقلوب دابا ما فيه ما ينقلبو. خديته ب 15 درهم حتى هو من هذا من جوطيه. ضروري خاصكم نتوما عارفين تصبنوهم وداكشي وهذا. دونك هذا خديته من جوطيه كان قديم يعني ماشي جديد وكيجي فريمون في اللبسه ديالو واعر بزاف. هذا في الحقيقه هو ديال الدراري زعما ديال الذكور وانا كيعجبني نلبس دوك القبيات الاوفر سايز وداكشي اللي كيكونوا كبار يعني كمامهم هكا طايحين تيعجبوني بزاف في البرد. وفوالا خديت هذا وكان عجبكم بزاف وسولتوني عليه. دونك هذا خديته ب 15 درهم. واخر حاجه اللي هو ترى هاد السريويل هذا اللي كيجي طاي اوت كيجي هكا يا طايح طايح فريمون طايح وهكا التوب ديالو رطيب وزوين وفي هاد اللوين هذا اللي حمقني غير هو شريته في البرد. دونك خاص تيجي الصيف بارد تيجي الصيف عاد نلبسو مازال ما لبستوش دونك ما مصوراش به ولكن كيجي بحال هكا فريمون زوين شي كيجي طاي اوط. عنده هنايا واحد السنيسله ها هي كتفتحوها باش كتلبسوه. هذا البنات خديته ب 20 درهم فوالا. الكاليتي ديالو زوينه بزاف محيدين له لا مارك ما عرفتش شنو هي عاطينكم صدفه زايده شنو بغيتو كثر. دونك فوالا هذا هو السريويل كنت خديته ب 20 درهم زوين فريمون زوين بزاف. اصلا جوطيه غادي تلقاو فيها غير لي مارك. هذه نصيحه من عندي جوطيه عمركم غتلقاو فيها داكشي الخايب ولكن خاصكم ضروري نتوما تكونوا كتعرفوا زعما تعزلوا داكشي. جوطيه فيها غير لي مارك الغاليين اللي كيجيبوهم من على برا لحقاش الناس ديال برا كيبدلوا دائما دونك كيجيبوهم هنايا. نتوما الا ما كانش في الاستطاعه ديالكم انكم تشريو حوايج غاليين بزاف
وكذلك كتبغيو تبانوا زعما في مظهر مزيان، دونك كنصحكم بجوطيه. لحقاش زعما انا شخصيا ما كنعتبرش انها شي حاجه اللي ما مزياناش ولا هذا، بالعكس بالعكس تماما. ماشي غير الفقراء اللي كياخذوا من جوطيه، بالعكس انا شخصيا زعما بامكاني نشري شي حاجه غاليه، ولكن انا ما كنقدرش نخسر فلوس، بزاف د الفلوس على شي حاجه يمكن لي نلقاها رخيصه، ولا يمكن لي مثلا نشري شي حاجه بحال مثلا هاد السبرديله هادي بامكانكم تلقاوها عند لي فوندوز كيبيعوها ب 1000 درهم 1200 شي حاجه بحال هكا، يعني بامكاني انا نشريها، ولكن 1200 مقارنه مع 180 درهم، دونك اكيد غادي نفضل ناخذ ديال 180 درهم وما غاديش ناخذ ديال 1200 درهم. في نهايه المطاف هما كيتشابهوا، يعني ما كاين بيناتهم حتى شي فرق، غير الاخرى كتجيك في الكرتونه وكذا، وهادي كتجي بحال هكا بوحدها، دونك انا غادي نلبسها هي، ما غاديش نلبس الكرتونه. وفوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ولا بشي شويه، وان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد. وقبل ما ننسى، الا كنتوا باغين تشوفوا هذا المكياج هذا اللي انا دايره لكم، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. وإلا كنتوا كذلك باغين مزيد من الفيديوهات ديال تنسيق الالوان، تنسيق الملابس، كيفاش نبانوا في واحد الحله جيده وحنايا لابسين شي حاجه رخيصه، ولا كيفاش نبانوا لابسين شي حاجه غاليه ولكن حنا في الاصل لابسين شي حاجه رخيصه. فيديوهات بحال هذا النوع هذا كتبوهم ليا في لي كومونتير، غادي نقراهم كاملين ان شاء الله، نجاوب عليكم كاملين. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.